سيد القجاح، شكرا جزيلا. بادئ ذي بدء، أود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر زملائنا في وزارة الداخلية على الدعوة التي قدموها لنا للمشاركة في هذه المناظرة الوطنية الهامة، والتي تتناول موضوعا بالغ الأهمية بالنسبة للتنمية في بلادنا. تجربة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأفاقها تمثل فرصة حقيقية حتى نقوم بضخ مزيد من النجاعة والفعالية في جهود تطوير وتنمية منظومتنا التعليمية. لا يخفى عليكم مدى أهمية هذا الموضوع الذي ذكر كما ذكر بذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس في العديد من المناسبات، حيث أقر في العديد من المناسبات أن المنظومة التعليمية هي أساس أي تنمية بشرية، وهو ما توج بخلاصات نموذجنا. أما فيما يخص مواكبة السياسة العمومية التعليمية، سواء تعلق الأمر بالتمويل أو الخيارات على امتداد السنوات، من الضروري أن نذكر ببعض الأرقام. بين سنة 2001 و 2014 تم تعبئة أكثر من 550 مليار درهم. من 2015 و 2022 تم تخصيص أزيد من 410 مليار درهم. ميزانية الوزارة لتكون عندكم الصورة أوضح، انتقل من 21 مليار سنة 2001 إلى أكثر من 62 مليار درهم سنة 2022. بطبيعة الحال يشمل هذا الرقم كتلة الأجور، ولاحظنا أيضا أن الموارد المخصصة لهذه الوزارة تضاعفت 3 مرات. وبالتالي فالميزانية تمثل تقريبا 20% من ميزانية الدولة. كل هذا رافقته سياسيا وإراديا جهود في ما يخص المناصب المالية المخصصة لهذا القطاع. وبشكل عام الوزارة استفادت من معدل تعويض عند الإحالة على المعاش يناهز 200%، حيث نعوض المحالين على المعاش، وتقريبا تمت مضاعفة أعداد العاملين. هذا الأمر كان له تأثير بطبيعة الحال على كتلة الأجور التي انتقلت من 26%، أي أكثر من 10 مليارات درهم، وما يمثل 1% من الناتج الداخلي الخام بين 2015 و2022. لسوء الحظ وعلى الرغم من هذه الجهود كلها، نلاحظ الآن كما قال الكثيرون وقد أنصتنا في افتتاح هذه المناظرة لخطاب معالي الوزير، لسوء الحظ نلاحظ وجود مجموعة من مواطن الضعف، والسمة الأساسية أو القاسم المشترك على امتداد السنوات هو التفاوت الكبير بين الجهود المالية الجبارة المبذولة، حتى
وإن كانت الأمور بطبيعة الحال كلها نسبية والمقارنات الجيدة هي التي تتم بناء أو أخذا بعين الاعتبار الناتج الداخلي الخام وميزانيات الدولة، ومن الضروري أن نتفادى المقارنات القائمة على مبالغ مطلقة أو الكلفة حسب التلميذ عبر العالم. على الرغم من كل هذا، النتائج، المعاينات، الأرقام تؤكد أن 75% من الأطفال في سن التمدرس يستفيدون من التمدرس، وبالتالي لم نبلغ ولم نحقق هدف التعميم. أزيد من 300,000 تلميذ يغادرون المدارس سنويا خصوصا في الوسط القروي. التعلمات الأساسية غير متقنة، 30% من تلاميذ التعليم العمومي يتقنون المقررات في نهاية التعليم الابتدائي، والنسبة أقل بالنسبة للتعليم الإعدادي وفقا لبرنامج التقييم وتقرير التقييم الصادر سنة 2019. هذه الأرقام يمكننا بطبيعة الحال أن نؤولها بشكل مختلف. فقط 25% من التلاميذ يشاركون في الأنشطة الموازية، والنتائج المتحققة أو نتائج الدراسات الدولية تثبت أن 24% من التلاميذ المغاربة لا يمتلكون إلا مستوى أقل من المستوى المطلوب فيما يخص الرياضيات وحتى بالنسبة لمهارات القراءة وغيرها. وبالتالي على الرغم من الجهود، وهذه هي رسالتي الأساسية وهذا هو ما يسائلنا جميعا، ينبغي أن نطرح الأسئلة بشكل مختلف وأن يكون للجهد المالي أثر أفضل، على اعتبار أنه غير كافي لتحسين منظومتنا التعليمية على أحسن وجه. الاستراتيجية التي تم وضعها والتي تم وضع الأصبع فيها على أن التعلم هو المشكل الحقيقي وأنها الثغرة الأساسية، علما أن الأمر يتعلق بظاهرة كونية عالمية تختلف من بلد لآخر، ولكن عندنا الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة وبدأت بتنفيذها تسلط الضوء على هذا الأمر. وحتى أذكر بتاريخ مسلسلات الإصلاحات في بلادنا قبل أن ننتقل إلى المراحل اللاحقة وما الذي يمكن القيام به لاحقا، فالمنظومة مرت بمجموعة من عمليات الإصلاح. بدأنا بالمخطط الاستعجالي ثم وصلنا إلى الإصلاح الشامل والذي يجعل من التلميذ والمعلم وعملية التعلم خارطة الطريق الحقيقية والفعلية، وهو ما يحتاج زيادة سنوية في المخصصات المالية بنحو 5 مليارات درهم في غضون سنة 2027، ما بين 2023 و 2027، أي أننا قررنا أن نواكب هذا الإصلاح الذي يضع التلميذ والمؤسسة والمدرسة في صلب الاهتمام بزيادة بالمبلغ الذي ذكرت، وأتمنى أن تكون النتائج عند حسن الظن
أن يساهم تخصيص هذه الموارد المالية التي أضحت نادرة أكثر فأكثر. ولا أريد أن أتحدث هنا عن الصعوبات وأيضا عن العراقيل التي نواجهها في هذا الباب، وأقر أن التعليم واحد من أولوياتنا سواء بالنسبة للحكومة أو بالنسبة للدولة وفقا للتعليمات الملكية في عدة مناسبات. التعليم وإن تم وضع خارطة طريق لإصلاحه، على الرغم من أننا سننتقل إلى السرعة القصوى بدءا من سنة 2023، إلا أن نجاح هذه الجهود متصل بمحيط اجتماعي عام وإصلاح عام. لا يمكننا التفكير في إصلاح قطاع التعليم دون أن نطرح على أنفسنا الأسئلة الحقيقية ذات الصلة بالمحيط والسياق السوسيو اقتصادي للأسر عفوا، خصوصا بالنسبة للأسر في الوسط القروي حيث معدلات الهدر مهولة. لا يمكننا إنجاح الإصلاح إذا لم نسائل سياق عيشي وشروط عيش هذه الأسر. نجاح هذه الجهود مرتبط بإحداث قفزة نوعية في وقت بدأنا فيه إصلاحا اجتماعي شامل أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفق أجندة محددة، و يتعلق الأمر بموعد مهم مع التاريخ حتى نربح رهان تنمية منظومتنا التعليمية وتطويرها. لا أدري إن كنت قد أطلت عليكم، لكن أكتفي بهذا القدر.